أنس الباز وزوجته يرزقان بطفلتهما الأولى دينا. شاهد التفاصيل. وضعت أمس الخميس سارة زوجة الفنان أنس الباز مولودة أنثى، وذلك بإحدى المساحات الخاصة المتواجدة بمدينة الدار البيضاء. واختار أنس الباز وزوجته سارة أن يطلق على طفلتهما الأولى اسم دينا. وبمجرد انتشار الخبر انهالت التهاني والتبريكات على الفنان أنس الباز من قبل متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا من قبل أصدقائه بالوسط الفني، ومنهم من قرر قصد المساحة الخاصة حيث تتواجد زوجته من أجل تقديم التهاني، ومن ضمنهم الفنانة مجدولين الإدريسي التي حرصت على تقاسم زيارتها هذه مع متابعيها ومتابعي أنس الباز عبر خاصية أستوري على موقع تبادل الصور والفيديو انستغرام. ويشار أن أنس الباز كان قد أعلن عن حمل زوجته من خلال احتفاله بثلاث مناسبات في الآن نفسه، وهي عيد ميلاد زوجته 25 وذكرى زواجهما 3 وكذا حملها، كما تقاسم أيضا مع متابعيه في وقت لاحق جنس مولوده المنتظر.